السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وإخواني. اليوم معايا المشايخ الشيخ نايف معبدي. هلا بالحبيب، الله يحييك شيخ منصور. ايش أخبارك؟ ابن أبتم ماي نيم ذا دو، يعني أنا باب. على قول واحد من الشباب قال واحد ماي نيم ذا دو، أعوذ بالله، قال أنا باب يعني. خلاص قول له أنا طاقة. شيخ ابو عبد الله ابو سلمان ابو عبد الله، انت حياك الله، حيا الله مشاهديه ومشاهده تبي اونر. شيخ بدر حبيبي، كيف حالك؟ الله يحييك، نورت شيخ منصور، الله يفتح عليك، الله يحسن عليك، يرضى عنك وعنك حبايبي. اليوم معايا المشايخ، نبغى من المشايخ كل واحد منهم يجيب لي موقف طريف. خلاص، هي موقف يعني يدخس. ابدا ابو سلمان. هلا بالحبيب، تفضل ابو سلمان. يا مرحبا، والله مواقف طريفه مواقف كثيره. هذا موقف مواقف كثيره، لكن يعني من ضمنها انه يعني كلشت في منبر الجمعه. يا سلام، كلجات ما انسى اصلا. انت مكلج فحتى يعني كم واحد من اهل المسجد يعني قابلوني، كيف كذا يعني كيف كذا الكلجة، كيف كذا، ايش الكلمه قويه يعني مره. تفضل. فكنت اتكلم على ايام كان في حرب في غزه وزي كذا، قعدت اتكلم على نعمه الامن. والله ان في زمن في بلاد وفي مدري امن وامان في بلدان، كان الرجل لا يستطيع ان يخرج نافذته من الطاقه. هذا منبر الجمعة. انا نافذته من الطاقة. انا ايش كنت بقول؟ لا نافذة. انا ايش كنت بقول يعني البلدان اللي تقصف وفيها حروب، انه الرجل لا يستطيع ان يخرج رأسه من النافذة من خشية القصف. فكرت الا فراس. فانا ايش قلت؟ لا يستطيع ان يخرج نافذته من الطاقة. الله، الطاقة النووية. اقسم بالله بعد الخطبة كم واحد من الشباب يكلمني يقول يمين بالله رجعنا البيت فوق الغداء كلنا نضحك. يا الله، ايش هذا؟ ابو سلمان خير. ابو سلمان ايش هذا؟ ما انا اشوفهم غيروك من المسجد الاول. ناتي الى القناه الثانيه. القناه الثانيه انت وشكلك؟ خضارب الباديه. القناه الثانيه نايف المحمدي. الشيخ هذا من الحوام. شوف اول شيء عكاز هذا صح، قلبت انت؟ لكن انا بقول لكم على الموقف اللي حصل لي، بس انا جالس مع بناته ما حد يدري. لا ابدا، انا الشباب عندي خلاص. صور السياره ولا بس الجوال عندك كمان يصير؟ لا ترى خلاص، هم سرك في مين. طيب، تعرف الواحد في بدايه الاستقامه وبدايه الالتزام كنا صغار ذيك الايام، يتحمس. يا سلام. واسمع الشباب دحين الحديث القدسي اللي الله قال، اذا قال لك حديث قدسي يعني الله قال هذا الحديث، لكن يروح النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. واسمع منه قال الله تعالى قل لي ايش؟ يا عبادي كلكم ضال الا من هديت. وكنت ادعو الناس واروح لهم في الجلسات واذكرهم يا عبادي الله عز وجل يقول كلكم ضال الا من هديت. ما كنت تعرف ان هذا حديث قدسي، على باله انه آية في القرآن. والله هممت اني اصلي به امام في المعاد، اصلي به امام. حلو، صليبه امام، صليبه امام. ايوه ابدا، هذا موقف طريف، هذا ما يتعدى. طيب، هممت اني اصلي في المسجد حقيقه واصليبه امام واقرا هذا الايات، لولا الله عز وجل من فوق سبع سماوات فرجني في واحد من الشباب قال لي يا ابن الحلال هذا حديث قدسي. ولا انا كنت بقول الله اكبر يا عبادي كلكم ضال. الحمد لله الذي هداك. حتى الفاتحه بغى يشطف. الموقف الثاني مع الشيخ بدر السلمي. والله ما في موقف يا شيخ. لابد موقف. الله لا تسلم يا الله يصلح. طيب، في واحد من الشباب في بدايه الهدايه حقيقة يقول نايف المعبدي. لا شكله انت اللي نصحك. لا والله يقول في بداية الهداية جاني شاب قال لي يا شيخ ابغاك تنصحني من النشوك. ايه ابغاك تنصحني من النشوك. شمع ما اعرف النشوك. ف
طيب غيره. طيب فيقول استغفر الله يا اخي. فيقول الاخ والله يقول تو تايب ايش هو ينصحك من ايش؟ من الشمه. الله يهديك ابو سلمان. سلمان ابو منصور اللهم اهدي كل انسان مع شمه. المهم قال له الاخ يعني يقول جلست يعني ابحث ما ادري ايش اقول له. بعدين قلت له اترضاه لامك؟ يقول اترضاه لشو؟ قال له الاخ لا والله. قال يا شيخ بدر ايش يقول؟ فقال له اترضاه لامك؟ قال لا والله. قال الناس لا يرضون لامهاتهم. يقول وانا اطالع كذا يقول ما عندي الا هذا الحديث. الحين دورك الحبيب. اما الموقف اللي حصل لي صراحه موقف طريف جدا. ارسلوا لي اهلي اجيب من مكه عشاء وجبت لهم بروست. حلو؟ حلو. وانا نازل من طبعا ما كنت يا حبك للبطاطس. وانا نازل من المصعد يعني درجه متحرك طبعا في الجلده هذه تمشي. سبحان الله تذكرت فيلم جاكي شان. حلو الصوت. جاكي شان تعرفه حق كاراتيه وكذا. الشاهد قلت خليني انط واروح للجهه الثانيه. والله ما انت بسيط يا الشاهد يا اخواني وانا معايا الاكياس نطيت وما لقيت نفسي الا الدب دب دب الين نزلت تحت والبطاطس والثوم والدنيا الا في واحد قصيمي جنبي قاعد كذا. طلعت فيه البطاطس خلاص طلعت فيه كذا وانا طايح والبطاطس طايح علي. قلت بالله ايش رايك بالحركه؟ قال لي والله تموت اخواني. في موقف ثاني عند بدر السلمي بالله يقول لا 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 اسالك لا, لا, لا والله تكفى انا طالبك والله طالبينك برا والله. هي هذه حصلت لي اليوم يعني خطبة الجمعة. بغيت أقول بيت النفس كالطفل إن تحمله شبع على حب الرضاع وإن تفطمه فطمي. قلت النفس كالطفل إن تحمله فما قدرت أكمل. بعدين قلت النفس كالطفل. أما الطرطة تفضل. طرطة أنت أشكال اشتغلتني دم. طيب اسمع هذه سالفة حصلت حقيقي ترى مو مواقف طرفة كذا. يلا قول. الشباب في الرياض شباب الهيئة تعرفون الشباب لما يمسكون واحد في الهيئة وعنده قضية الهيئة الهيئة ايوه هيئة الامر بالمعروف انه ايوه يخشون في حراج. هذا يبكي وهذا يجيب واسطة فيبلشون معاه يحتاجون يفكون فساروا يحطون الغاز. الغاز؟ فساروا يحطون الغاز كلمات بينهم. اذا مسكوا واحد هم حاطين ورا في الجمس يتفقون بينهم الاسم المتعارف عليه حمد. قالوا كيف حمد؟ قال خوي اذا كان قضيته كبيره. قال حمد السليمي. يعني ايش؟ يعني سلموني. يعني سلمون القسم. ايوه اذا قال حمد النصيحي يعني ايش؟ انصحوه ومع السلامه. ايوه واذا قال حمد الفكيك يعني ايش؟ فكوه. يعني فكوه. حمد الهديدي هددوه على حسب القضيه. ويوم مسكوا لهم واحد عنده خبره قد طبقوه كثير الرجال وفاهم الوضع هم ناسينه بس هو ما نسيهم. ايوه فعنده قضيه وناوي يسلمونه وراكب ورا. فيسمعهم يتكلمون قدام فقال خويه ها يا شيخ كيف الوضع كيف الرجال؟ قال والله حمد السليمي الخال عرف ان فيها تسليمه. ايوه طلع راسه قدام كذا قال بالله خلوها في كيك.